اعدي دي. اوكي حاسب من ده ونعي نجري على الباب بسرعة. او 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 ايوه يلا بينا يا خرابي. استنى في هنا اتكلم قول. Not far to go now, Al. Just this cavern to get through. This is the whole enchilada right here, pal. All of your skill is gonna be put to the test. الله يخرب بيتك. انت جايبني هنا تقول لي كده؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه ده؟ حبايبي ايه الاخبار؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. نرجع نكمل مع بعض النهارده علاء الدين ناسيرز ريفنج. وطبعا يعني زي ما احنا عارفين من الفيديوهات اللي فاتت ان دي هتبقى بقى اخر حلقة خلاص. هفتقد اللعبة جدا بمراحلها بشقاوتها بالحاجات الغريبة كانت بتحصل فيها بالالغاز. بانزل هنا واطلع فوق تعالى يمين روح شمال. يعني كانت ممتعة جدا الصراحة. ولكن خلاص شرفت على الانتهاء. المفروض هنا ان احنا هنخلص نصيرز لا ليفل 2 اللي هو المخبأ بتاع نصيرة ما هي نصرة المرحلة التانية. وبعد كده غالبا اخر مرة دي اللي هتبقى ايه البوس اللي في الاخر اللي هنفايت فيه جعفر. طيب بيقول لي ايه بقى هنا؟ We're almost there, pal. But watch out. Nazira's a slippery little witch. She makes me molt. ماشي ماشي. بغبغان بيقول لها لا خلاص يعني الدنيا شرفت على الانتهاء وصلنا. بس خلي بالك ايه من نصيرة علشانها ساحرة وشوية كلام زي كده يعني. ده مين ده؟ مين ده مين ده؟ أنا اللي ما كانش أنا مش عارف أتكلم من كتر ما انا مرموخ بالصوت. يبقى عيل لو نزل هنا نموت ولا ايه الدنيا؟ انت تاني لو ضربني هتسمم. حاسب 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 حاسب. طب روح فين؟ اروح فين؟ خساره خساره. متنا متنا متنا. ايه ما متناش يا دي النيله. صد 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 صد. شوف مين؟ لازم اتسم. لما بيموت هينزل الترياق. ايوه لازم اقتله. طيب احنا بقى في حاجه فوق. يا ده في مفتاح ودمي. بصوا مش عارف. طيب اقفل دي كده. نحاول 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 على الهادي. ماشي مش عارف ان هنا لازم اطلع لهناك. واللي هناك دي بصوا بتيجي من الناحيه دي. تيجي من الناحيه دي كده يا ولد. تمام استناها لما تيجي هنا. لا لما ترجع ورا. ايوه واطلع المفتاح. طيب واطلع هنا. مش هينفع اهرب. مش هينفع لو لمست النار. سيكا سيكا. ها استنى صعبه يا ابن اسكت. انت لو معايا حاجه كنت حذفتها فيك. بتضرب عليا. يهبل يهبل يهبل. الكاميرا 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 مش عارف اظبطها على ان انا ابص اصلا. احنا ناخدها واحده واحده. احنا ناخدها واحده واحده. دي بتيجي هنا كده بس اعرف اظبط. احنا لو متنا ماشي ماشي. ما اصل هعمل ايه؟ المشكله اصلا احنا ممكن نعافر فيها ونعديها ونيجي بعد كده ما نعرفش. اوه عاش. طيب نيجي بقى بعد كده ايه حد يقوم يعمل لنا اوعى كده يركبنا الهوا نقوم ميتين. يا دي النيله يا خرابي على المرحله خرابي. ودي بتقع والمفروض انط بسرعه. شفت بديهيه 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 من الاول. معيش المفتاح. معايا المفتاح خلاص خلصان. انا بطقت على اساس ان انا ما زودش عليها ان هي اصلا صغيره. البطاطيقة زادت بالزيادة. يا عم يا عم يا عم ابعد يا عم خربت الرعب. فوق دماغي فوق دماغي. طيب جايلك يا نصر الساحرة الشريرة. حاسب لا 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 انا ناسي انا ناسي انا ناسي والله ناسي خالص.
ناسي خا ناسي 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 ايه ده في ايه؟ ايوه بتنزل. ما هي بتنزل بسرعه بسرعه. تشيك بوينت يا جدعان، انا خدت المفتاح ليه؟ ايوه اهو. ايه الرعب ده؟ في حاجه ورا، عديني بس بص الاول. الله، عارفين حاسين بيا، حاسين بيا، حاسين ان احنا اتشوينا ورا. يا ابني ابعد 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 ابعد، يخرب بيتك. حاسب ممكن نيجي هنا ولا مش محتاجين؟ اللي على الطرف ده صعب. طب ايه، في حته نروح محتاجين نروحها هنا؟ لا مفيش، تمام. اوكي حاسب حاسب، اوكي ماشي. يا ابني ابعد 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 ابعد. اوه 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 اوه، ده بيتحركوا ولا ثابتين؟ ليه؟ ليه ليه؟ ما انا طالع عليها عالي. اللي بيحدف ده عيالة اكيد ما ينفعش نفايت. بحسب تعبين بجد. ماشي تحت، تم. حاسين بينا حبيبي، يا سلام على الجمال، يا سلام. تخيل تملي الاتش بي بتاعك بعصير جوافه، عصير جوافه الجني، صح كده؟ ايوه. طب وبعدين في الخيله دي؟ يعني احنا جينا من هنا، في هنا واحد اتنين تلاته، ايه؟ نعم. هل فيهم طريق صح والباقي غلط ولا لازم اروح التلاته؟ تعالوا نروح اللي في وشنا ده على طول. يا عم اوعى يا عم. مفيش حاجه اصلا، يعني ده مجرد فخ عشان يضربني. ايه؟ حلو حلو حلو، فهمنا. استنى، يبقى اللي في وش الاتجاه على طول دي غلط. ماشي، نطلع على هنا دي كده، نروح اليمين. تيمر، روح اليمين يا دي النيله. انت بطيئه وواحده سريعه ويعني ماشي. يلا 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 يلا. اوكي الشمال هنا فيها حاجه، هي باين ان فيها حاجه بس. فتعال نجرب اليمين. تشيك بوينت. طب استنى استنى، طب ماشي استنى، ناخد تشيك بوينت والباب. استنى استنى، ما انا عايز اعرف برضه هناك في ايه. ممكن يكون مثلا في حاجة مهمة ولا حاجة، أو مجرد فخ. بس برضه يعني هي فضول فضول، أصل إحنا خلاص إحنا بنقفل اللعبة، أنا مش عايز أضيع. نفس الحاجة، نفس الحاجة نفس الحاجة، ماشي. نفس حوار القفلة يعني والتعبان وزي كده. واحد هنا واحد هنا، أوكي نيفر مايند، إيزي. أعدي دي، أوكي. حاسب من ده، ونعي نجري على الباب بسرعة. أو 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 أو. أيوة يلا بينا. يا خرابي، استنى في هنا. اتكلم قول. Not far to go now, Al. Just this cavern to get through. This is the whole enchilada right here, pal. All of your skill is gonna be put to the test. الله يخرب بيتك، أنت جايبني هنا تقول لي كده؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه ده؟ وايه الزن ده؟ في زن؟ لو نزلنا تحت، يا لهوي يا لهوي. المشكلة ان احنا لو استهبلنا هنعيد الليفل من الاول. طيب اول حاجة هناخد التوكن، ومن التوكن دي بتقرب لنا هناك، نطلع عليها من هنا، ننزل هنا، ننزل هنا، ونركن على اللي هناك، فاللي هناك تقوم واخدانا، ومنها على دي، ومن دي مش هينفع نروح على اللي تحت، منها منها تحت هنا، ونستنى ونستنى. استنى ازاي؟ طيب ما احنا محتاجين نعمل اللي هناك ده. يا حلولي. طب تعالوا نخلص بس الجزء الاول، تعالوا نخلص ايه الجزء الاول. ايوه اول جزء ان احنا نروح هنا وناخد التوكن، نصبر هنا كده شويه، نستنى دي تيجي ونطلع عليها، ومنها على هنا، من هنا على هنا، ومن هنا على هنا. ماشي، ماذا بعد؟ لما نطلع على دي هتودينا على هناك. هنضطر احنا ممكن نروح على التوكن على طول والباب هناك اهو، بس احنا لازم لا اكيد لازم نعمل اللي هناك دي. فهنعملها ازاي؟ نقف كده وبعدين نطلع. ده هي ماشيين مع بعض، محتاج ان انا انط في مكاني وانزل عليها. ماشي، يعني هي دي عايزه شغل ان انا ايوه زي كده انط في مكاني. يا ولد يا ولد، نايس. اوكي
حطت لي الاتجاه للجوهره. مش عايز ابوها، مش عايزها. انا جاي هنا عشان انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جيت. اسمع عليها. ايه ده، انا كده صعب اصلا اروح لها صح؟ لو جت كده ولا ينفع نط لها؟ بصوا انا هعمل محاوله بس انا حاسسها بعيده، انا ما بتقربليش. بصوا بعيده، ما بتقربليش، ما بتقربليش. ممكن اصلا يكون الاتجاه من تحت ونطلع على هنا وبعدين على هنا ونطلع فوق ولا ايه؟ كده كده معانا محاوله، معانا لايف. متنا متنا، ما متناش. ماشي، مش شايفها والكاميرا ولا الكيو ولا الاي شغالين ولا الكاميرا اللي هي. ماشي، ايوه بتقرب ونطه. ما ظبطتش. اوكي. توقعتها. هي بعيده اساسا. هنا حطيت لي دي، نطتني عليها علشان انا مضطر ان انا اروح على الحته اللي هناك. هعيدها من الاول. من اول هنا بس. ماشي خلاص، هي وضحت. واو، بص المنظر فوق. ماشي، يبقى احنا طب ما احنا ممكن لا مش هينفع من تحت. الحته في النص دي المشكله ما ينفعش نطلع عليها، نار اوريدي. طيب تعالى هنا، معلش بس ايه، نظبطها كده سيكه. ماشي، ونطلع هنا. استنى الباشا ده لما يجي، ونطلع على هنا كده. يجي هنا، نقوم طالعين هنا ثم هنا ثم هنا، ونبص ونخش بقى على التوكن بقى على طول. ايوه دي لما تيجي، بس هي عايزه تتظبط. يلا جميل، منها على هنا ومن هنا على تحت. نط، لا نط نط. ايوه نط. اوكي خلص ليفل. alright، عشان ما تقوليش احنا كنا هنموت حالا. المشكله هي ما فيش، لما بينزل وقعد يتلسع علاء ما بيكملش. بالظبط ممكن زي كده، هذا ما يقرب غلط عليه يموت. والله انا محتاج اكسترا لايفز بليز. اللي بعده خلص، اختصر اختصر الوقت. انا عارف ان هي اكسترا لايف معروفه يعني، ما تحسسنيش اني قاعد في ياسين بجد. اوكي المفروض ان في فيلم. طيب المفروض ان في، بس هو طبعا مش هيظهر اللي مش موجود هنا. هنسمع حاجه دلوقتي. ايوه يس. You are too late, street rat. In a matter of seconds, Jafar's life will be fully restored. And when his powers are combined with mine, you and your entire world will bow before. بس يا وليه، بس يا وليه، كفايه كلام. انتوا طبعا اكيد فاهمين الكلام. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ يخرب بيتك، جعفر دماغه كبيره كده ليه؟ اخد دول؟ ايه ده ايه اللي بترميه ده؟ ايه اللي بترميه ده؟ لهوي ده بيكبر. طب استنى، اللي باخدهم دول المفروض ارميهم عليه صح؟ ولا مش عليه؟ عليه ولا عليها؟ في البتاع يبقى عليها. طب ما هي. انا ما استفدتش حاجه على فكره. لما بضربها ما بتعملش حاجه. كده كده تقريبا هي المفروض تخلص اللي هي بتعمله ده. مش متاكد والله ما متاكد. هو عمال بيكبر. فاضل له واحده كمان. احنا نحاول نجمع من دلوقتي بسرعه. ماشي ايوه، حاطط له اخر واحده، دمه اتملى على الاخر. المفروض ابدا بقى اضرب عليه من دلوقتي ولا ايه؟ ايوه. اضرب بقى عليها يلا. ولا لسه؟ يا جدع. بيضرب عليا. بيتك يا جعفر، اهدى يا جعفر. هنشن عليها دماغه. برضه مفيش أي حاجة، مت. مش فاهم. في حاجة أنا مش فاهمها. المفروض أضربها هي طيب ولا إيه؟ وقعت منها. أخدها أنا بقى؟ لا ما ينفعش أخدها. أضربها؟ ايه خدتها تاني ايه ولا ايه؟ الله، طب انا استفدت ايه كده؟ ايه
حاجة. أنا حاسس إن هي المفروض أضربها فيها. طيب بقوم منزلها. اللي بتنزلها دي اللي بتنزلها دي أضربها. أوكي ماشي. لأنها بترجع تاخدها تاني. أيوة تعالي 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 تعالي. لا 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 هنا هنا كده 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 كده. إيه رميتها للأسف. ماشي 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 ماشي. ممكن نلحق الاثنين التانيين. هتمسكها؟ خلاص خلاص يلا هتمسكها دلوقتي. يلا انت بتمسكها وهي بعيدة عندي مشكلة. كويس. واجي عندها قوم ضاربها. نايس. ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجة، مجرد بس بيعمل زي كده. هي مشيت وهو بيعمل زي كده. طيب اضربه. يلا واحدة كمان. الرايت المفروض مات كده. ايه ولا لسه هتيجي تاني هي؟ الله وانا يا انتوا بقى. انا خلاص فهمت الفكره. فهمت. هو بس الظاهر كان في شرطه حمراء كده مش باينه، فانا افتكرت ان هو يعني ليه طريقه تانيه. هو بس كان فاضل ضربه كمان. اوكي المفروض بقى دلوقتي نضربه. بس ايه انا قلت اشرح لكم الاول. بوظناهم كلهم. اخر ضربه بالسلامة. سلامة. لا المهم اوكي 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 نهاية القصة كانت ان الجني قال علاء يعني برافو انك هزمت جعفر وزي كده، وانت عايز تروح فين؟ انت تفضل مع ياسمينة وابوها السلطان شكره يعني والحاجات الحلوة اللي زي كده. اوكي انتهت علاء الدين النصيرة زولفينج. انتقمنا من نصيرة رغم ان انا حاس ان في الاخر احنا كنا بنفايت جعفر. فين انتقام نصرة في جعفر؟ ولا هو مع بعض في حاجة احنا كده واخد بالك بالظبط؟ فانا محتاجين ان احنا ايه نفجر الموضوع ده بعدين. يا عم ما تجيبيش الذكريات يخرب بيت الديمو مود. المهم الليفل خلص واللعبة كلها خلصت، وللأسف هتوحشني جدا. كانت لعبة جميلة بشكل لا يوصف. أتمنى كمان تكونوا انتوا اتبسطتوا بالمشاهدة بحلقاتها كلها. انتهى الفيديو لحد هنا حبيبي، يا رب تكونوا اتبسطتوا باللعبة ونكمل ألعاب تانية موجودة في القناة. طبعا مش هوصيكوا تنسوش اللايك والكومنت والشير الحاجات الحلوة دي. دمتم سالمين في أمان الله. سلام.